فإن الناس إذا جمعوا في أرض لم يألفوها بعدما خرجوا من أجدادهم وقام الموتى الذين ماتوا بالنفخة الأولى وقد عرت الأجساد وذبلت القلوب وخافت النفوس، وإذا هم ينظر بعضهم إلى بعض فزعين ينتظرون أن يفصل بينهم القضاء، عندها يبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم جل وعلا ليفصل القضاء بينهم. عندها يقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تروا ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ليفصل بينكم القضاء؟ فيقول بعضهم: اذهبوا إلى آدم أبي البشر. فيجتمع الناس ويذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني من الكربة. ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني ألا ترى ما وصلنا إليه؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح.